السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. اليوم ان شاء الله وصفه جدا رائعه غادي نقترح عليكم واحد طاخت كلاصي اللي ساهله بمكونات الاقتصاديه. وندوزو مباشره لتحضير الوصفه. هاد لاطاخت كلاصي صوبتها الاخت خديجه اللي من قناه خوخه، مطبخ خوخه. كنوجه لها تحيه من هاد الفيديو، تبارك الله عليها. هاد الوصفة كنحتاجو كريم شونتي، انا بدلت فيها، يعني هي ماشي هادو هما المكونات اللي دارت، ولكن انا درت مكونات وحدين اخرين. هي دارت الكريمة السائلة، ومن انا غادي نستعمل كريم شونتي. دارت الباستا ديال الفانيلا، انا اختاريت هاد الباستا هادي اللي فيها الشوكولا، وانتم تختاروا اللي بغيتو. غادي نستعمل هادي، واللي ما عندوش هادي يستعمل غير هادو ديال درهم، ياخد منهم واحد 10 ولا 12 ولا على حساب الوزن. كنحتاجو 300 غرام، انا غادي ناخذ هذه، خديتها من بيم، الثمن ديالها يمكن شي 13 درهم، ومقرمشه زوينه الصراحه. يعني الباستا خاصها تكون مقرمشه، ما تكونش لاويه. ونبداو على بركه الله. غادي ندير كريمه شونتيي مع الحليب، غادي نجبدو من المجمد، حتى هذه راه كانت في المجمد. شديت هنايا كيس ديال كريمه شونتي، غادي نزيد عليها جوج كؤوس ديال الحليب يكون بارد جدا. صافي، من بعد ما طلعت لينا الكريمه ديال شونتي كيف ما كتشوفوا انتوما، انا طلعتها غير في ليله الحادقه اللي شاركتها معكم في الفيديو اللي قبل. شاركت معكم مجموعه من الاكسسوارات ديالها، واللي من بينهم هذا الاكسسوار ديال التطراب اللي صراحه عجبني بزاف. غادي نضيفوا مكون الاخر اللي هو الكوك او جوز الهند. غادي نضيفوا كاس ديال العلبه، نضيف هذا الكاس هذا، وغادي نعاود نردها التميلونجا. صافي، من بعد ما عاود تخلط الكريمه مع الكوك، غادي ندخل هذا بالثلاجه ونصايبو طبقه ديال الباستا. ناخذو باكيه ديال 300 غرام، اولا ناخذو بالحبات بحال هادو وتحسبو، يعني 300 غرام. غادي ناخذ هذه الباستا هذه، كما قلت لكم ممكن تاخذوا اللي بالنكهه ديال الفانيلا. غادي ناخذها وغادي نحاولوا نقطعوها هكذايا طريفات صغيورين، نستمر بحال هكا حتى نقطع كميه كامله. خديت هنايا واحد المول ديال الكيكه، غلفته هنايا بالبلاستيك الغذائي، وغادي نبدا نوضع فيه هذه الباستا هذه هنا في الاسفل. صافي، وضعت هنايا قسمت الكميه على جوج، وضعت النص كطبقه اولى. غادي نحاول نوزعها مزيان حتى تشد ليا المول كامل كما كتشوفوا. نوزعها جيدا. بعد ما وضعت الباستا في المول وزعتها جيدا، جبت الكريمه، غادي نديروا عليها طبقه من الفوق ديال الكريمه. نحاول نقسموا هذه الكريمه اللي عندنا على جوج باش نديروا جوج ديال الطبقات. صافي، وغادي نحاولوا نوزعوها بشويه باش ما تهش معها الباستا، لان صعيبه شويه كما شفتوا. الطبقه ديال الباستا راه ما درنا معها حتى شي حاجه، يعني وضعناها نيشان. غادي نحاولوا غير نسيسو معاها. صافي، راه هي غادي تقاد معنا. غادي نستعمل الملعقه احسن، كتخليك تحكم في الكريمه مزيان وكتخلي توزع مزيان. صافي، من بعد ما وزعنا الطبقه ديال الكريمه جيدا، اخت خوخه دارت هنايا الشوكولا، يعني ذوبه الشوكولا ودارتها، انا ما عنديش الشوكولا. غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الباستا من فوق هذه الطبقه ديال الكريمه، نادي على جنب، وغادي نجيبو الباستا اللي غادي نقطعوها حتى هي بنفس الطريقه.
غادي نضيف دابا هاد الطبقه هادي بنفس الطريقه. وغادي نجيبو دابا الكريمه ونوضعوها عليها من الفوق بنفس الطريقه. من بعد ما قديت ليها الوجه ديالها بالكريمه كما كتشوفوا قديته مزيان، كتبقى الطبقه الاخيره ديال التزيين زينو باللي بغيتو. انا غادي نستعمل هنايا شويه ديال الشوفان كراميليزي، كيجي زوين هكا في الحلويات البارده واللي كلاص واللي طارت كلاصي كيجي رائع. غادي ندير واحد الطبقه لا باس بها ديال هذا الشوفان اللي سبق لي شاركته معكم من قبل. الشوفان يعني كراميليزي كيجي هائل. تاخذوا شويه ديال الباستا اللي تكونوا خليتوها من قبل وتحكوا عليها من الفوق، نديروا التدفير لان فيها الباستا. صافي غادي نحكها. صافي هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كملت ليها التزيين. غادي نغطيها بالسلوفان وندخلها للمجمد واحد 3 ديال السوايع ونطلقها من بعد باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي. كلاصها هو من بعد ما دازت خليته غير جوج ديال السوايع في المجمد، ماشي في الثلاجه في المجمد. ودابا غادي نقلبوا ان شاء الله في الصحن ديال التقديم. هنايا قلبتو حيت ليه هذا ديال الكيكه اللي غلفتو بالبلاستيك وغادي نعاود نقلبو عاوتاني. هو الشكل ديال الكلاص ديالنا، صراحه زوين، طاحت كلاصي ماشي كلاص، وزولتو من المول بكل سهوله. دابا غادي نقطعوه، كيجي متماسك يعني كيجي قطعه واحده. هو دابا بعد ما قطعتو كيجيو فيه هذوك الطبقات، هانتوما كيجي زوين صراحه، ذقتو عجبني بزاف بزاف. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله ينال اعجابكم، صراحه زوين وكيستحق التجربه. وتحيه كبيره للاخت خديجه مطبخوخه، نقول لها وصفه ناجحه تبارك الله عليك، وخليتكم على خير. السلام عليكم.